لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 46، وعنوان حلقتنا النهاردة من هو مؤسس الدين الوسطي. زي ما تابعتونا حضراتكم في الحلقات اللي فاتت وإيه اللي وجهنا من خلالها سؤال مهم جدا للأزهر وعلماء ومشايخ الأزهر وعلى رأسهم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. السؤال ده كان: طالما يا شيخ الأزهر حضرتك بتقول إن مؤسس المذهب الأشعري هو أبو حسن الأشعري وكان من أئمة المعتزلة زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي، نشوف مع بعض. هذا الإمام عاش في مذهب الاعتزال وأصبح يعني أحد الأركان أو الأعمدة الكبرى في مدرسة الاعتزال، وألف كتبا كثيرة جدا في هذا المذهب. يعني أبو حسن الأشعري كان من أئمة وأركان أو الأعمدة الكبرى في المذهب الأشعري، وألف كتب كتير في الاعتزال زي ما بيقول شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. طيب، وطالما أبو حسن الأشعري كان من أئمة المذهب المعتزلي فأكيد كتبه كانت مراجع طبعا مهمة جدا لكل المعتزلة في كل زمان ومكان. بعدين شفنا مع حضراتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو بيحكي إزاي إن أبو حسن الأشعري شاف الرسول الإسلام في المنام 3 مرات وقال له أنت لازم تقاعد لمذهب الحق وسيبك من مذهب المعتزلة الباطل. ونأكد الكلام ده ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. هو الحقيقة في المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا، بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب. طبعا أبو حسن الأشعري ما كتبش خبر وراح وقعد وكتب المذهب الجديد اللي بقى باسمه المذهب الأشعري. والغريبة إن المذهب الأشعري مذهب عقدي، يعني الأزهر لما يقول أنا عقدتي أشعرية أو لما الأزهر يكتب عن عقدته الأشعرية المفروض إنه ينقل من كتب الأشاعرة وعلى رأسهم مؤسس المذهب اللي هو أبو حسن الأشعري. وخصوصا لو عرفنا زي ما قلنا لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت إن المؤسس الحقيقي لعقدة الأشاعرة هو الرسول نفسه لما جه في المنام لأبو حسن الأشعري. طيب، في احتمال ممكن مثلا يكون في كتاب الكشاف للزمخشري الدليل على صحة عقيدة الأشاعرة أوضح من كتب الأشاعرة نفسها، وفي الحالة دي برضو احنا سألنا الأزهر وعلى رأسه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أين كتب أبو حسن الأشعري اللي كتبها لما كان من أئمة المعتزلة؟ ده قاعد يكتب 40 سنة، ليه ما نقلتوش من كتبه لما كان معتزلي بدل ما تنقله من كتب أو من كتاب الزمخشري المعتزلي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي على الشاشة أهو قدامكم من مجلة الأزهر صفحة 16 فقرة الثانية مكتوب. وفي الكشاف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح من المعاني التي هي الحاد في أسماءه تعالى كالتشبيه مثلا، وأن يصان من الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم. وقلنا ممكن إحنا نكون غلطنا أو فهمنا غلط، ممكن يكون سؤالنا مش في محله، لأن احتمال مثلا إن الزمخشري كان معتزلي برضو وبعدين جاله الرسول في المنام وقال له قاعد للمذهب الجديد، أو ممكن يكون قال له أنت مذهبك مذهب الحق بس في حتة كده مثلا لو تغيرها هيبقى مذهبك عالي العالي. يعني المشكلة حتى لو الرسول جه للزمخشري في المنام وقال له عدل الحتة دي في مذهبك، فأكيد الأزهر ساعتها مش هياخد برضو بالتعديل ده، عارفين هيكون السبب إيه؟ لأن الأزهر ممثلا بشيخ الدكتور أحمد الطيب وعلماء الأفاضل بيؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن كلام رسول الإسلام متناقض، وقالوا كده يعني قالوا كده على بلاطة، احنا مش هننطلق معاك وزي ما هنشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في تعليقه على سؤال رسول الإسلام للجارية أين الله، شوفوا معايا هيقول.
كأنك يعني حاجة بيضاء تقول لي هذا هذه الحاجة السوداء كيف كذا. لا أنا ما بطلقش معك من أسوأ بيضاء. وزي ما شوفنا الشيخ الأسر الدكتور أحمد طيب يقول كأنك يعني حاجة بيضاء تقول لي هذه الحاجة السوداء كيف كذا، لا أنا مش هنطلق، يبقى أكيد في حاجة مش مفهومة، وده اللي هنحاول إننا نعرفه لما تتابعوا معايا في الحلقة دي والحلقة الجاية، وهنشوف مع حضراتكم شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب وهو بيقول إن المذهب الأشعري ليه خصائص مش موجودة في أي مذهب تاني، وإنه يمثل وسطية الإسلام، وهنعرف مع حضراتكم معنى الكلام ده في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض. إنما المذهب الأشعري يعني ليه خاصيتين ليستا موجودتين في أي مذهب. أول حاجة أنه يعني يمثل وسطية الإسلام. زي ما شفتوا الشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن المذهب الأشعري بيمتاز بخواص مش موجودة في أي مذهب تاني، منها الوسطية أو يعني وسطية الإسلام، يعني الإسلام ما كانش فيه وسطية ومذاهب المسلمين كانت متطرفة سواء في السلوك أو الاعتقاد قبل ما يظهر المذهب الأشعري، وده بقى اللي خلى رسول الإسلام يعني يقلق كده في قبره ويروح لأبو حسن الأشعري يقول له أنت لازم تعمل مذهب وسطي. وكلمة وسطية مهمة جدا في كلامنا، لأننا هنكتشف مع محاضراتكم يعني مفاجأة متعلقة بكلمة وسطية في الحلقات الجاية. المهم رسول الإسلام راح لأبو حسن الأشعري اللي كان معتزلي لمدة 40 سنة وقال له إن مذهب المعتزلة ده مذهب باطل لأن مفيش وسطية. وشوفوا معايا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب في الفيديو اللي جاي بيحكي رسول الإسلام راح لأبو حسن الأشعري وقال له إيه. هو الحقيقة في المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا، بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب. زي ما شفتوا الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن رسول الإسلام راح لواحد من أئمة المعتزلة وقتها، وطبعا رسول الإسلام الذي لا ينطق عن الهوى حكم على المذهب المعتزلي إنه باطل ومش وسطي، زي ما حضراتكم عارفين إن رؤية الرسول في المنام حق، والنقطة دي إحنا ناقشناها بالتفصيل في حلقات قبل كده، وخلينا نشوف المرجع اللي جاي علشان نتأكد من النقطة دي. نشوف المرجع صحيح مسلم كتاب التعبير باب من رأى النبي في المنام بيقول كده: أبا هريرة قال سمعت النبي يقول من رأني في المنام فسيراني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. وشرح ابن حجر مهم جدا، نشوف الشرح بيقول إيه. ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولابد أو لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر، فالثاني هو المعتمد كما تقدم. وزي ما شفنا تعليق ابن حجر على الحديث اللي فات انك لو شفت رسول الاسلام وانت نايم لازم تنفذ كلامه، وابن حجر يعتبر من ائمة الاشاعرة، والكلام ده اثبتناه في حلقات قبل كده كلها كانت بتتكلم عن ابن حجر وعن عقيدته. يبقى ده حكم من رسول الاسلام ان مذهب المعتزلة باطل ومش وسطي. ودلوقتي انا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. احنا شفنا في حلقة النهاردة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول لنا إن أبو حسن الأشعري كان من أئمة وأركان أو الأعمدة الكبرى في مذهب المعتزلة وألف كتب كتير في المذهب ده، واستغربنا ليه مجلة الأزهر استشهده بكتاب الكشاف للزمخشري هو طبعا من المعتزلة وسابوا كتب أبو حسن الأشعري أيام ما كان معتزلي. وبعدها شفنا شيخ الأزهر بيقول إن المذهب الأشعري من أهم خصائصه، ويمكن هو ده اللي خلى يعني رسول الإسلام يروح لأبو حسن الأشعري في المنام ويقول له قاعد المذهب الجديد، إن من أهم خصائصه الوسطية لأن المعتزلة ما عندهمش وسطية. وتابعوني في الحلقات الجاية هنشوف أهم عقائد المعتزلة الباطلة، وهيكون أهم مرجع في الحكم على بطلان هذه العقائد الأشاعرة نفسه، وعلى رأسهم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وألتقي بكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء. لو سقطت
مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ويرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول.